اهو خفيفة خالص، لما تحط نص كوباية زبادي على نص كوباية عصير البرتقال بتخليها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم كيكه الزبادي والبرتقال. كيكه مكوناتها بسيطه خالص وسهله، اتمنى تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. مكوناتها عندنا كوبايتين دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعايا كوبايه الا ربع زيت، وكوبايه زبادي على عصير برتقال، ونص ربع كوبايه سكر، ومعايا بيضتين، ومعايا رشة فانيليا. اول حاجة هعملها هجيب كله في الخلاط، هجيب الخلاط تمام، هحط السكر، البيضتين، احط عليهم رشة فانيليا، واحط الزيت، احط كل المكونات اللي هي سايلة عندي دي، ومعاها رشة فانيليا، عصير البرتقال مع زبادي مع بشر البرتقال، حطيت بشر برتقال مع زبادي مع الايه مع الزبادي والبرتقال كوباية. طبعا كل المعايير بتاعتي بالكوباية دي، المج ده تمام، كوبايتين دقيق بالكوباية دي بس كده. هجيب الخلاط واضرب كل الخليط ده في بعضه. انا كده ضربت الخليط بتاعي بالشكل ده كده تمام. هجيب الاول الدقيق وقلب فيه كويس خالص، الدقيق مع البيكنج باودر، كوبايتين دقيق ومعلقه بيكنج باودر، قلبهم بالشكل ده كده. بعد كده هجيب الخليط ده افضيه في حاجة واسعة، كده عندي الخليط بتاعه بالشكل ده كده. هجيب بقى الدقيق، هفضي شوية، يعني هقضي نص بنص كده، وبعدين اقلبه. انا كده ضربتها وبقت عندي بالقوام ده تمام، يدوب ترفعيها كده تنزل في المعلقة كده. هجيب صينية مدهونة زيت ودقيق تمام، ونزل فيها كل الخليط ده. انا فضيتها كده في الصينية بتاعتي، هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس لمدة نص ساعة. بعد كده هشغل عليها من فوق تاخد دقيقتين كده بس، ووشها يبقى ايه لونه الاحمر ده تمام. هي ما بتاخدش وقت خالص. وانا شغلت الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق عشان خاطر ايه يبقى سخن. هحطها في الفرن نص ساعة وبعدين نطلعها ونقطعها مع بعض.
بالظبط، واديتها حوالي 2 دقيقة من فوق، خفيفة خالص اهي. هنقطعها مع بعض، هنقطعها لكم. انا كده قطعتها مربعات كده او مستطيلات، طيبة خالص من جوه، شايفين عاملة ازاي؟